التناقض كان واضحا في حديث رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي التي تسببت زيارته للأنبار بأزمة كادت تودي بالبلاد إلى الاقتتال. ففي الوقت الذي ألقى فيه الموسوي بالمسؤولية بخجل على الحكومة المركزية مع التمسك بشرعية دخول الأنبار واعتقال مشتبه بهم في حادثة النخاب، فإنه أكد أن دخوله إلى المحافظة المجاورة جاء لإنقاذ زائرين علقوا عند الحدود. القوات من دخلت إلى مدينة الأنبار هي دخلت بعملية أيضا مرتبة بترتيب عن طريق الحكومة المركزية. كل الأجهزة الأمنية كانت موجودة، حتى قائم مقام الرتبة كان موجود، وأيضا رئيس مجلس المحافظة كان عدة اتصال هاتفي وياي ورحب بي. وأني نعم أنا بالمناسبة أخوان، يعني أنا من رحت هناك بالمنطقة رحت لنقل الزائرين، لأنه عندنا 45 منشأة اتصلوا بي هاتفيا قالوا لي هذا الزائرين احنا خايفين نطب الحدود. اتهام المركزي بالمسؤولية عن أزمة النخاب كان أوضح على لسان رئيس وفد عشائر الأنبار الذي زار كربلاء لتعزية مسؤوليها وذوي ضحايا حادثة النخاب، الذي اتهم الحكومة بإثارة قضية النخاب لإذكاء فتنة الحدود بين المحافظتين المتجاورتين. أحمل حكومة بغداد هذه المشكلة، ليش؟ ما المفروض أن تطلع قوات من أنبار أو من كربلاء إذا ما تأخذ أمر من الحكومة المركزية؟ أخذت أمر من الحكومة المركزية، الحكومة المركزية بعد ما صارت هذه المشكلة ما شفنا تعليق لها. اللي شفناه مع الأسف سيناريو مو صحيح، ما يجب أن تثار فتنة الحدود بين كربلاء والأنبار. زيارة وفد عشائر الأنبار إلى كربلاء يمكن القول أنه خلص إلى مقولة أن العشائر قادرة على إصلاح ما يفسده السياسيون. أقطع يد، اسمع، يد كل من ترفع على أي عراقي، انتبع الكلام، كل من يرفع إيده على أي عراقي، عجل خوش جديد نعطيهم شكلية، راح نعطيهم فرصة. المجلس محافظة كربلاء والأنبار يشكلون لجان يحلون مشاكلهم سريعا، وإلا احنا بالنسبة لنا كشيوخ عشائر راح نبطل لا عملية سياسية من نوغاد، ولا لأن إذا ما تقدر تحل مشكلتك الآن ما راح تقدر الآن توفر لي لا الأمان ولا راحة البال. الفتنة تحل هنا بين العشائر بوجود شيوخ العشائر بالتنسيق مع الدولة، بالتنسيق مع الحكومتين المحليتين في كربلاء والأنبار. ويقرأ مراقبون زيارة وفد عشائر الأنبار إلى كربلاء بأنها مجرد زيارة بروتوكولية أسهمت نوعا ما بإطفاء التوتر بين المحافظتين على الصعيد العشائري، لكنها لم تنجح بردم هوة الخلاف مع الحكومة الاتحادية التي اتهمها الحاضرون بالتقصير والتسبب بإثارة فتنة كادت أن تدخل العراق في المجهول.